2013 هكذا البدايه ديالي كانوا مع اسامه عزي. كما قلت لكم المخرج اسامه عزي كان صديق ديالي من زمان، وكنت بديت معاه فيلم قصير سميتو بدون عنوان، ودرنا فيلم قصير من موراها واحد اخر. كنت بديت البدايه ديالي بالتمثيل كما شرحت لك قبيله، كنت بديت بالتمثيل، بديت في فيلم بدون عنوان، موراها كان فيلم اخر سميتو بمخرصتين لوقت عاقل، موراها كان بدا واحد لا سيري ديالو سميتها ماشي فنان، كنت كندير معاه اسيستون رياليزاتور. أول عمل كان سبوت بيبليسيتار على موقع عاقل ديال سامي سكو، كان سبوت بيبليسيتار. من موراها كان كليب كان برودكسيون ديالي وعمل ديالي وإخراج ديالي ديال قمارون غنوريه لك، ديال الوليد المقامي اللي معانا في الشركة ديال ماكسيم برودكسيون حاليا. كان موراها عاقل أحبك إلهي، شفت الحلم ديالي، شفت مين غادي يدوز واحد 20 ولا 25 عام من دابا مثلا، مين غادي نشوف السوسيتي وصلت لواحد المرتبه اللي كنشوفها ولا كنشوفوها حنا بثلاثه بينا لواحد المرتبه، غادي نفرح بزاف ديك الساعه، غادي نقول كنجي نموت تديني غير تديني، يعني فهمت؟ يعني الحلم ديالي انايا بكثر ما كنشوفها، يعني ما كنشوفش مثلا، كنشوفش غير فراسي انا، لا انا خصني نكون مخرج ومشهور ونضرب لي كليب ونضرب مثلا افلام او لا دي بيبليسيتي. الراي ديالي في هذه القضيه زعما الصراحه رديء، ديال حقاش كما نقولوا هذه شحال كان الدومين ديال السينما صار شويه صعيب، باش انك تشري كاميرا كتقام غالي، فهمتني؟ كنقول لك على ليبوك، نقدر نقولوا قبل ما نزادوا حنا ولا في ديك لابيريو حتى 2010 تقريبا، من بانت مثلا 5 دي مارك الى اخره، كان شويه صعيب باش انك تشري كاميرا ودير هاد لي تروك، كانت كتكلف، فهمت؟ دابا ولا ساهل، طيب تليفون ديال 1000 درهم ولا راك تقدر دير العجب، فهمتني؟ دابا هذا هو المشكل، دابا ملي كتكون الحاجه سهله وبيديك راه منتظر العجب كما نقولوا. سعد المجرد ارتيست فنان عنده فوا، ارتيست زوين، انا كيعجبني به. لبنى ابي دار ممثله مغربيه عمرها الله صار يكون الله يهديها، صار يكون الله يهديها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.